شرب. اسمع، الحق الشباب ومشي انت وهم لعب جيوش لهيدا. وانت امشوا لعقي الامن، ثبطوا لنا ارضنا. ولك الامن الحين انتسك سوا الحين. وانت امشي يا هتلر، هذه غلطتي وانا الصحيحه. امشي. ما بمشي الا لعود. امين وحش يا امين. لا الدوله الرسوليه. طيب بعدين المدينة. أوف. إيش كنت تشي تقول يا خليل؟ ها تغريد. أيوة صاحي جالس اشتغل تغريد. محمود بريء، يعني لازم اطلع دليل براءته. ها لا مقصودش، اعتبريها كلمه وقالها واحد يعني وقضى واحد. طيب طيب لا تقلقي شنتي. يلا مع السلامه. ها تغريد لو سمحتي بكره لو ما قدرت اجي الشغل خذي لي اجازه. طيب تسلم، مع السلامه.
ما يردوش، ليش ما يردوش؟ الو، ما ظننا بخير. لا حول ولا قوة الا بالله. محمود مات، والفندم فؤاد وصلوا الخبر. ايش تقول؟ بنفس الحادث؟ حادث ثاني. سبحان الله سبحان الله. خير خير خير، مع السلامة. وقت الراحة يا عاصم، ابدأ نظف بعد اللي تركه خليل ومحمود، وبعدين ارتاح. عفوا يا اختي، كان سأل على دكتور محمد المسؤول عن حادثة في دم فؤاد، صلح حادث بالسيارة واسعفوه لهنا. هذا هو الدكتور محمد. السلام عليكم، كيف حالك يا دكتور؟ تمام الحمد لله. نقيب قبر من إدارة الأمن، كيف يسألك على حادث في دم فؤاد؟ للأسف أجت الصدمة مباشرة على رأسه. احنا فعلنا اللي علينا ووقفنا النزيف، منتظرين متى يصحى علشان نشوف تداعيات الضربة عليه. طيب عسكري الحراسة اللي اسعفوه لهنا بحادث حريق؟ عدو غرفة العمليات أصب بحريق بالغة، يحتاج له الوقت عشان يتعافى. المشكلة أنه كان في حالة صدمة لحظة وصوله، شكل الضحايا كانوا معززين عليه. شكرا لك يا دكتور، شكرا. كلمك قبر هكذا؟ أنت متأكد يا علي؟ أيوه متأكد، أتكلم كذا قدامينا أمي. قال أنه شاكك بعاصم، بس ما لقاش أي دليل ضده، حتى أنه كان يشتري يقبل لي رقم حقه. قال لي لما يجي أخوك قبله، بس أمي ما رضتش. سهل، بالنسبة للرقم حقه موجود، ما زال موجود معي. علي، معي كلام أشتيك تنفذه بالحرف الواحد، تمام ولا لا؟ تعرف صاحب الدباب اللي يشلك للجامعة ويرجعك للبيت؟ أشتيك تتصل به، لأنه معك مشوار مهم وضروري. مشوار؟ لا، وين طيب المشوار؟ هذا شيكين، شيك تحطه بحساب جاري والشيك الثاني تحطه بحساب خاص، يعني تعمل لك حساب جديد. انتبه يعني، انتبه تسحب البيس وتخليها معك. كل هذه الفلوس، كل هذه فلوس يا وسام، طيب ليش ما سحبهاش كله شو اللي معي البيت؟ المبلغ كبير وأنا خايف يضيع عليك، وبنفس الوقت مشتش العميل اللي عرف بالمسألة. بعد ما تسحب الفلوس سهل، مش مشكلة، تمام؟
وكمان علشان أأمن غدر الزمان. يعني الفلوس مش حقك؟ حقي حقي يا علي. أو تقصد إنه لما احتاج بس معيش أسأل أخي؟ ها؟ يا رجال شي كبيرك ما تشتي أساساً الفلوس حقك. لا، الفلوس هذه حقك وحق أمي. بعد ما تخرج من الجامعة أشتيك تفتح مشروع، مشروع كبير يرفع من قدرك الدوم. يا ماما قلت لك أنا مش هروح المدرسة، لا تغصبيني. أنت ما تتصوري كيف البنات تشوف لي. يا حبيبي أنا لا رايحة المدرسة ولا تغصبك على المدرسة. طيب فين خارجة؟ رايحة لعند بابا؟ لا، إن شاء الله بكرة بروح لمحامي عشان يتابع قضية بابا. أما اليوم اللي معي مشوار مهم جدا، فأنت يا شطورة يا ميسة بتنتبهي لأخوك وني ما بتأخرش. تمام؟ تمام شاطرة حبيبي. يلا يلا باي. يلا باي باي. عظيم أخي، عظم الله الأجر. أجرك عظيم يا أخي، أجرك عظيم. أنا إلى الآن مش مستوحب الموضوع. والله لو تعلم كم أنا حزين وزعلان على الموضوع هذا، لكن الحمد لله. والآن فؤاد ما بين الحياة والموت، وأنا حاسس بالذنب يا عاصم، لأن أنا طبعا سمحت لهم بإدخال محمود البدروم. الله يهديك يا فندم، الله يهديك. كيف تسمح لهم بهذا التصرف؟ إحنا نشي تحقيق حقيقي واضح على النور، مش لأن إحنا نعز الفندم فؤاد نقوم نتجاوز القانون. هي ذو إيش عمل؟ إيش سوى؟ أخذ محمود للبدروم وعمل لنا كارثة جديدة. صدق يا عاصم إننا بلغت مدير الآن بكل التجاوزات هذه. يا سلام عليك يا فندم، هذا هو التصرف الصح. أنا صح إننا أتمنى عودة الفندم فؤاد بالسلامة، بس حتى في حالة عودته لازم يفهم إنه ما هوش رئيسنا ولا قائدنا. لازم نحن ما نخضعش ويصدق نفسه علينا. بعد يوقع رئيسنا ليش؟ ضابط مش منضبط وملفه كله بلاوي وكوارث، لا هو زي ملفي ولا زي ملفك يا فندم وحيد. ونفترض انه رجع ووقع قاعد علينا، انا ما بسمحلوش ابدا انه يهدم البناء اللي بناه الفندم ولا يضيع المبادئ والاخلاق اللي تربيناها على يد الفندم مصطفى. انا بعدك بكل كلمه قلتيه وبساندك ويدي على يدك. خاطرك عمد. وين رايح؟ اروح الادله الجنائيه اشوف ايش فعله. الله معك. استاذ هارون اني اسفه امانه عليك تسامحني، والله مانيش عارف ايش اللي قرالي. امانه عليك تسامحني. انا مش جاي اطلب منك تفسير، أنا اللي جاي أعتذر. أنا ممكن تجلسي لو سمحتي؟ جلسي. أنا إيش تعرف حاجة واحدة، قبل ما كنتي تشتغلي بالمحافظة إيش كنتي تشتغلي؟ حجر وطين دكاكة مو اليد هذه يا بنت. لكن بصراحة جت بوقتها، والله جت بوقتها. واشتيها اعترف ليش بشيء، انا معي عذر قبل ما تحكمي علي هذا الحكم القاسي. يا عاصم الحمد لله على السلامه، موقع اليومين هذا كان نكبه لنا كلنا يا فندم. اكيد اكيد، انا والله ما بسامح نفسي، ما انش عارف كيف خطف المسدس مني وعمل عملته. معليش لا تقلق، من شان المسدس اللي أمس كان صعب علينا، لكن أوعدك اليوم بفحصه وأرسل لك نتيجة التقرير. أكيد أكيد، أنا واثق بكل الثقة. ألو، أيوة، إيش تقول؟ متى حصل هذا؟
يلا الآن أنا واقي. يلا خير خير، إيش في؟ والله وصلنا الآن بلاغ إنه في عبوة ناسفة أمام البوابة، بروح أشوفها في الدم برجع. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش سكت على خطفك؟ ليش ما كلمت الشرطة؟ خفت. أيوة خفت، الخاطفين كانوا عارفين كل شيء عني، كل شيء، حتى محمود حسيت إنهم يعدوا حركاتي وسكناتي، كل كلامي معي كان يوصل لهم بطريقة مخيفة. أيوة أنا إنسان ضعيف، ضعيف جدا، فيني عيوب كثيرة زي ما قلت لي أمس. الضحكة والمزحة اللي كنت أنا عايش فيها هو الوجه الذي مشت الناس تعرفه عني، مشتيش الناس تعرف بحقيقتي، مشتيش الناس تعرف إن أنا كنت أبكي في الحرب، بكيت أكثر من ما بكينا النساء في بيوتهن، بكيت من الموت وانكسرت وأنا أشوف الجثث حولي، كنت أقفل على نفسي أسابيع، حاول أقوي قلبي أكون قاسي عشان أخرج أواجه الحياة، بس ما قدرتش. محمود، أنا ما أكرهش محمود ولا عمري أكره محمود، محمود صاحبي وأخي وسندي، وهو الوحيد اللي عارف إيش الوجه اللي أنا مخبي له تحت الضحكة والمزحة. أنا ما خنت محمود ولا قصدت أخونه لكاية يحبها لدنيا، أعتقد أنا ما نش معجب بدنيا من الأساس إلا بسبب المشاعر اللي كنت أحسها فيه لما نجي سيرتها أو لحظة تواجدها جنبها، يعني تقدري تقولي حتى مشاعري ما كانت حقيقية. لكن اللي يحبها محمود أكيد تكون بنت كويسة. أنت غلطان يا هارون، اللي أنت شايفه في نفسك ضعف وانكسار اسمه إنسانية، إحنا بحاجة لهذه المشاعر، بس إيش الصدق ما تعرفش تمثل، ما تعرفش تخبي مشاعرك على قلبي. ما علينا الآن، خلينا نفكر باللي لازم نفعله، اعترافك يمكن يساعد محمود. مرحبا محمود، محمود مات، كيف مات؟ حرق؟ ها الحمد لله البلاغ طلع كاذب. الحمد لله. طيب استاذنك انا معي شوية عمل بكمله. توفيق توفيق. باقي المشوار الأهم يا فندم عاصم. ألو، شوف شغل الضباط هذا ما يمشيش معي، أنت عارف من معك ومنتظر اتصالي. اسمع بقول لك كلام لأني أنا الواثق إن أنت بتصدقني، لأن علاقتنا متشابهة، حرامي يقاطع طريق وضابط وقف مع المتمردين في وقت سابق. اسمع اسمع اسمعني اسمعني، محمود بريء، محمود بريء أقول لك، أو أقصد المرحوم محمود. أيوة أيوة محمود بريء، بريء من كل التهم اللي لفقها له. أنا مشارك العاصم بأغلب جرائم، لذلك أنا بايع الدنيا بما فيها اللي يهمني الآن، اللي يهمني إن أشتنتقم من عاصم، أشتنتقم من عاصم وبس ومن غيره إذا حاولوا يروحوا بعد عائلتي بعد اليوم. يا فندم ما فيش داعي تلاحقوني، أنا في ناس اللي هم أهم مني، أعطوني بس فرصة، أعطوني فرصة علشان أعمل حاجة قبل ما فهد. لازم تقوم يا فهد، أنت اللي بتكشف كل شيء.
السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. معك الفندم عاصم. أهلا وسهلا. رئيس قسم التحقيق فيما يخص المخطوطات والآثار. تفضل. طبعاً أنا جيت هنا بسألك على شيء مهم جداً. أو بالأصح تأكد من بلاغ. بلاغ؟ إيش من بلاغ؟ غسان ميسا مالكم؟ ليش تبكوا؟ ماليش ده اشتي بابا اشتي بابا. ايش فيه؟ قالوا من السجن احترق هو اللي فيه. يمكن بابا مات بالسجن. لا يا ماما ما فيش دي الهدرة، لا تخافوش، تعال يا حبيبي تعال، ما فيش شي ما فيش شي. خليل عبد الرحيم. خليل معرفة وش؟ أنا قاعد أنا جديد هنا ما أعرفش أي حد، حتى الشيخ محمد ما أعرفش كل المتبرعين ولا أي حد يتبرع على المكتبة بشي ما أعرفوش. طيب ايش المميز بالشرف الوافي هذا علشان يسرقوه من عندكم؟ الميزه اللي فيه بو انه يحتوي على 4 علوم، وبنفس الوقت الميزه اللي الاكثر ابهارا طريقه كتابته. يعني شكله شلو شيء بهرنا يقلد الكتاب مثل هذه الكتب صعب تقليده. يعني شلو شيء تعبني. الله يعينك. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. صلي صلي ودعي لنا ان شاء الله. أكت عمني يا عامر، أكت أخوننا تلعب لي اللعبة دي كلها، وأنا قمت أفعلك بمشروع من أكبر المشاريع. أنا ما أشاق مشاريع ولا حق تجارة، بعد ما فيش داعي نتكلم على الخيانة. أنا لعبت لعبة صغير منشان رجع حقي، أنت لعبت على القرية كله أكلت حقهون. هذا كله كذب، اللي بالنوت هذه كله كذب، مش كله، يعني هذيك الإصالة اللي كانوا يقولوا عليها الناس بالصمو، هذا نكسر، وصار صاحب القرية. أنا ما أكلت حق أحد. الثانيتين الكذب اللي واحد زور وواحد ذاك اللي قام يزورهن وضافهن فوق النوتة اللي سرقه اللي شلع عليه ذيك النوتة واللي زور. هاي خلي شاقع يظهر النوتة لأهل القرية كلهن. ما هو؟ خلي شاقع يظهر النوتة لأهل القرية كلهن. لا 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 ما يظهر القرية، ما يقولون أصحاب القرية صدقونا، شاقع كلهم صدقونا. ملك أفن عاملك؟ أنا وكلت أمري لله. لله سبحانه وتعالى الجبار القاهر المنتقم ينتقم منك ومن شاقع هذا. اسمع يا نصيب، تشيت خارق علوك وعلى المخرج اللي قلوك علو شاقع، وتخرج بين أصحاب القرية ورأسك مرفوع من الورطة هذه. طيب يا شاقع، شو قاعد تشتوي لك عشان تخرج حقي بثنين وثلوث؟ نصيب كنديلي كرت ابو ال ما فيش ما ابيعش كروت. قلت لي دي زوجه ال دائما قدك تتقارى حكا ما هل زين يا طويل العمر زين. لو قدك داري بضيع النوته صح، هذا عنك ادواء. اللهم طولك يا روح. بس نصيب مراك تهدرني ايش كان داخل النوته، درجه ان شايع كان يشيقي يطفحك. تدخل وسط بينك انت وهو، خلي يخفف عليك الحكم شويه. قاضي قاضي شاشة ماشي. اش حقك الكرت؟ اش اسرح اشتري لي كرت من جنب المعهد. جلس هون ابكي انت والكروت حقك. تمام الحمد لله عيشات الحيويه كلها مطمئنه، تقدر تخرج اخر اليوم. شكرا شكرا يا دكتور، ممكن اشرب ما بس؟ طيب حاضر شكرا. فندم فؤاد ايش رايك بالكلام اللي قاله وسام؟ يا قبر تشينا صدق مجرم على ضابط مننا وفينا، ما فيش ولا خدش في تاريخه. يعني ايش؟ ايش مصلحة وسام انه يكذب علينا؟ وايش مصلحة اصلا عاصم يتكفل بنقل عائلة أسامة للمدينة ويخليهم يسكنوا فيها؟ يعني عمل عمل خير أعاقبه على عمل الخير حتى لو كلامك صح. يعني إيش الآن؟ محمود مات والقضية كلها اندثرت واندفنت. الحريق هذا مدبر أنا متأكد، والتحقيق بيثبت هذا الشيء. وهذا الأسوأ يا قبر، أصاب الاتهام علي أنا، أنا اللي نقلت محمود، إيش بيقولوا؟ أنا اللي حرقت المكان.
ندير الأمر. ألو، أيوة فندم، الحمد لله، لا أنا تمام الآن. أقسم لك بالشرف العسكري، ما كنا نقصد نقل محمود إن احنا نعذبه ولا نأخذ منه إقرار بالقوة. يا فندم، خلينا أشرح لك بس، القضية مش... ألو، أيوة فندم، النقيب قبل، أيوة رئيس القسم. شاعترف لك اعتراف، الفندم فؤاد ما لهش أي علاقة، كان مشغول بالجنازة والعزاء حق الفندم مصطفى. أيوه أنا اللي أعطيت أوامر بنقل محمود إلى البدروم، أتحمل كافة العقوبات. تمام يا فندم علم. أيوه فندم، تمام تمام، حاضر. لا لا أنا تمام، نص ساعة بكون عندك. سويت كده يا قبر فؤاد، في حاجة تترتب للمحافظة، حاجة كبيرة، مش المحافظة بس، البلاد كلها. وأنا بتاريخي ما أحب أسمع كلام، بالعكس الكلام لازم يخرج منك أنت. قم ساعدنا مدير الأمن الشيناء الآن. قد قلت لك يما أني مشتيش أشوف أحد ولا بفتح بابي لحد. مين؟ بنات عمي، خواتي، كلهم أعرفهم وعارفة أنهم بيجوا يشمتوا بي. يما فهمي، أنا أعرفهم أكتر منك وعارفة إيش بيقولوا. بيقولوا عبير اللي كانت تزنط بزوجة وفلوسة، طلعت فلوسة حرام وزوجة قاتل. لا شكرا، شكر الله سعيكم، أنا وعيالي مؤمنين بقضاء الله وقدره، وقريبا جدا بنسافر وبنسيب البلاد لكل الشامتين. هتلر، دبر لنا سيارة تصرف من أي مكان. يا أخي سيارة يا أخي، حتى حق نقل الغنم. لازم لازم يا هتلر نخرج من المدينة. إذا اكتشفوا إنه القتلة المتفحمة مش حقنا فإحنا بمصيبة. سيارتي موجود، أنا ركنتها قريبا من مخبأ العصابة اللي مسكتوني أنتم فيه. المفاتيح مش معي، بتحصلوهن مدفونة جنب التاير اللي بقدام. لا تقلق يا محمود، بخرجك من المدينة، بهربك حتى لو يقرح راسي. بهرش؟ من قال لك أساساً أنا بهرب؟ أنا ما بهرش يا محمود، مش تهرب، نخفيك شوية يعني حتى لما تلاقي دليل براءتك. وعيالي؟ أترك عيالي لمين؟ عيالك بذمتي يا محمود، وأنا أوعدك إننا أجمعك في بهم قريب إن شاء الله. أنت بس يعني اختفي شوية لأنه الوضع خطير، لما نخرج لك جواز ونخرجك من البلاد. ما أسهل كلمة تترك البلاد عندكم. أنا عمري ما تركت بلادي، ما تركتها شوي كانت تمر بأصعب الظروف علشان أتركها الآن. لا، وتشتيني أتركها الآن وأنا بعيون الناس خائن ومجرم ومذنب؟ صح، فهمنا يا محمود، على الأقل لو مش عشانك، عشان عيالك يا محمود. غصون يا غصون، أشوف همني أي حين تسميني خالة غصون؟ لما تفعلوا العرس. إينو إينو سرح دوا ما يقاوبش. أنت داري يا غصون إن أنا سمعت بالأخبار إنه محمود صاحب خالي شاقع حرق بالحبس واحد جنبه. كر الله يا منصور، مو قصدك، قصدك إن شاقع كان معه، مو صرحة السجن. نمو ثقيل نمو ثقيل.
شاقع الو من ما يغصون؟ انا محمود صاحب شاقع. لا اطمني شاقع بخير بس هو نايم الان، اول ما يصحى انا بخليه يكلمك ان شاء الله. بس ما عرفت ليش مدير الامن اشي من فؤاد وقبر؟ للاسف لا يا فندم. طيب ما عرفتش تدعاني ناقش اشتي مني؟ حاولت اخرج معلومات ما قدرتش ابدا والله. صرف هي الحمد لله على السلامه يا فندم فؤاد. زعلت جدا لما عرفت باصابتك. دخل مدير الامن اشتيك. بس انت بيت لعبينا كما الصفات مع مدير الان ثمنه غالي جدا. ايش قصدك؟ ولا قصدي شيء. الان انا مش مصدق كل رواياتك، واذا فعلا بصمه محمود على المسدس كذا توقعاتك راحت. ساعتها برتاح بركز في المهمة الجديدة اللي كلفنا فيها مدير الأمن. أنا متأكد أخ فؤاد، متأكد جدا. حلو أنا أحب الثقة طالما متأكد جدا. جيبوا لي التقرير الجنائي عن قضية مقتل الفندق مصطفى الآن. أخي استريح. مفاجأة فندم فؤاد، شكله كذا محمود هو من دبر الحريق داخل بدروم عبر عناصر خارجة عن القانون. كيف دبره؟ ومين دي العناصر؟ طبعا بعد التحقيق مع الحارس اتضح انه الجثة المتفحمة كاملة لأصحابه لقوا عنده زيارة من القرية، وكمان حصلنا جثة بنفس الشارع مقتولة طلعت لواحد اسمه النص، معه ملف سابق عندنا، وفي شهود عيان شافوا محمود خرج هو أصحابه من البدروم بدون ما تمسهم النار، والحارس طبعا تعرف على الوحش بينهم. من؟ أمين الوحش؟ أيوة. يعني هو اللي مسكه، هو اللي هربه. إيش هذا اللعبة يلعبوها علينا ولا إيش؟ خي تفضل. لقيتم بصمة محمود على المسدس؟ أيوة لقيتها يا فندم، صحيح غير واضحة لكنها موجودة. أكيد في حاجة غلط، هذه مؤامرة مستحيل وسام كان يكذب عليها. شكلك أنت اللي وقعت في فخ المؤامرة يا فندم قبر. عمموا على كل النقاط، اسم محمود وأمين الوحش، كل النقاط والمنافذ حتى هتلر، جيبوهم وجيب كل واحد متعاون مع أمين الوحش. معكم انت صريح الداخل. انا بس رايح اند في نوبل البلاد يا فندم. زل يا سواق زل. مالك مغطى على وجهك؟ افتش. هذا من الوحش يا فندم، مطلوب امنيا. بلغ العمليات.
أنا مدرك مقدار التضحية اللي ضحيتها من أجلي يا قبر. أنك تتعاقب مكاني وأنا الآن بين يديك. تشين الآن أطلع عند المدير وأعترف له بالحقيقة؟ أنا مستعد. لا لا لا، يمنى أنك أنت اللي تكون جالس على هذا الكرسي. ليش يا قبر؟ لأنك تقدر تفهم زلات البعض، يعني ممكن تكون أرحم من غيرك، وأنت إنسان شجاع يا فندم فؤاد. لا لا، أنا مش فاهمك. معكم ميت ها؟ يا فندم خلاص قا شفته حرام. خليهم يصلوا عليه. نعم كلامي، خذ انت وياك.